هي من أقدم معدن في منطقة الشمال في قرية حجة، ويعني جامع قديم جدا عمر لا يقل عن 700 سنة. جديد يعملونها قضية هذا المسجد، قضية عمره 450 عام ما شاء الله. يعني روايته أيوة شايف كما رواها الأستاذ جمال كمال أحد مسجد جامعة النجاح، لو كان في عالم اسمه موفق الدين بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الحجاوي الحنبلي، تولى هذا العالم منصب قاضي قضاة مصر. طيب فالعالم مرض، فإكراما له ملك مصر أرض إنه يعمل له شيء إكراما لهذا العالم، فاختار الشيخ إنه يبني له مسجد في قرية حجة مشابه حتى هذا المسجد موجود في مصر. فكان هذا البناء موجود مقرر إنه في رأس العين، رأس العين اللي هي ضيافة ضيافة شايف. فإكراما له تم نقل البناء إلى قرية حجة، تم بناء هذا المسجد عام 722 هجري شايف، يعني قبل 750 عام شايف عمر. وانت زي ما انت شايف طبعا هذا المسجد كان مفتوح، هذا هذا البناء جديد حتى 2014 اضافوه على المسجد، داخل كله ظل مثل ما هو بناء قديم، هذه أعمدة جديد تم بناؤها عام 2014 ترميم ولا بناء؟ بناء هذا كله تم، هذا الجهة الخارجية منها جديد يعني هذا إضافي. توسيع المسجد كانت عبارة عن ساحة، وكان هون اللي هو مصلى، هو الحل يعني هذا مصلى نساء طيب، كان هو هذا بيت أحد السكان حجة كان خادم المسجد أبو عمر الله يعطيه الصحة والعافية آمين يا رب. شايف فكان خادم المسجد كان موجود في هذا البيت، فبعدها أصبح مصلى نساء. هذا الداخل هذا طبعا هو البناء اللي هو البناء القديم القديم تم ترميمه عام 2014 يمكن. هاي محمد بن موسى امام الناحيه اللي هو قبره موجود في المسجد، قبر تاعه قبره موجود في المسجد، هاي قبره هنا هكذا بخليك تصوره، قبره موجود في المسجد شايف. طبعا هذا من المعالم التاريخية في فلسطين اكيد طبعا شايف. طبعا كان هون محراب تم تعديله وهدمه وبناء، هذا كان محراب هون من شايش فتم هدمه واستبداله بهذا المحراب. هذا طبعا هاي الأمدان، هذا طبعا البناء القديم اللي هو من 750 عام، هذا البناء الداخلي. هذه الأمدان طبعا هذه العمدان قديمه طبعا القديمه يعني من ايام بناء المسجد، هذه العمدان اللي بقى في فن عماره في قبل 700 سنه، والله ما وصلنا لها اليوم. والله ما وصلنا لها اليوم يعني هذا برضه قديم. هذا واحد من اربع عمدان، طبعا هذه الاربع عمدان هي بنيت مع المسجد موجوده مع بناء المسجد. كل هذا الداخلي هذا كله بناء قديم تم ترميمه بواسطة شركة رواق، أو مؤسسة رواق أو جمعية رواق كما تسمى، ورمموه وأصبح على هذه الهيئة ما شاء الله يعني. بس الحمد لله حتى الترميم مرتب يعني الحمد لله يعني ما أخرب كثير يعني لا ظل مظهر الحضارة فيه
ظل يدل على الحضارة. هذا الإشي الإيجابي في الترميم، ما تغير معلم المسجد من الداخل نهائيا، حتى من الخارج ما ظل، ما تغير مظهر المسجد حتى من الخارج. لا ما شاء الله شيء شيء يعني هو مريح. هذه البنايات هاي عبارة عن حضارة، هاي النتيجة تحكي مسجد عمره 750 عام. هذا حضارة، هذا تراب طبعا، هذا تراب يعني يدل عن أن فلسطين موجودة منذ القدم. احنا صراعنا صراع وجودي، ايوه، واحنا موجودين. اذا هذا تم بناؤه وكان في سكان في هذه القريه قبل 820 عام، اذا احنا من الاف السنين موجودين اكيد.